كيف عند المصيبة شاكر؟ شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أراد أن يكتب رسالة لأمه من السجن. شيخ إسلام سجن ظلما في سجن القلعة وأراد أن يكتب رسالة لأمه. تخيل أنت شيخ إسلام وسجنوك ظلما وتريد تكتب رسالة لأمك دمعتين ثلاثة وتقول مظلومين والحكام صحيح؟ أي نعم. هذا يكتب رسالة لأمه، كتب في الرسالة في أول رسالة بعد البسملة والحمدلة والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم قال: فما زالت نعم الله تتوالى علينا نعمة بعد الأخرى، وما زلنا في ازدياد، وقد فتح الله علينا بفتوحات، ولولا ما تعلمي ما نحن فيه لأتينا إليك ولو على الطير، وسلمي على الكبير والصغير والقريب والبعيد. هذا يقول أين؟ لو خرج إيش يقول؟ قال هو رحم الله: المسجون من سجن عن ربه، المسجون من سجن، هذا المسجون أراد أن يكتب رسالة لإخوانه من السجن شيخ الإسلام، يعني لطلابه، قالوا لإخواني، كتب في أول الرسالة: وأما بنعمة ربك فحدث. أين؟ في السجن يكتب رسالة لإخواني، في أول رسالة يكتب: وأما بنعمة ربك. فاسمع يا أخي، ما استجلبت النعم بأفضل من الشكر، ما استجلبت النعم بأفضل من الشكر، ولئن شكرتم لأزيدنكم. تسمع بعض الناس تسأله: كيف الحال؟ قال: الحمد لله بخير. إيش الأخبار؟ قال: والله في نعمة. قال: يا أخي الضريبة والأسعار ارتفعت. قال: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. أسأل الله يتوب علينا يا رب. صح؟ هذا إيش؟ راضي، مطمئن، راضي بالقضاء والقدر، يرجع على نفسه، ما يرجع الحكام وعلى كذا. وبعض الناس نسأل العافية السلامة قال كذا، تسأله كيف أنا؟ قال: تعبانين. وإيش قال؟ كذا، أعوذ بالله. قال: خلاص انتهت الدولة الإسلامية وانتهى كذا والأسعار وكذا والحكام والمحكومين والدول وأمريكا. المهم يأتيك من حيث لا تدري. عجيب صح؟ ها؟ إذن في خلل في التوحيد. وأين الحكام؟ وأين العروبة؟ وأين حكام العرب؟ وأين كذا؟ وأين كذا؟ إيش تريد منهم؟ عبيد يموتوا؟ ها؟ وتوكل على الحي الذي لا يموت، لا تفتقر لهؤلاء. وحدث ولا حرج عن السياسة،